350 ألف جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا هو ما تملكه وزارة الصحة والسكان، وقد أعلنت في وقت سابق أنه للكادر الطبي وذوي الأمراض المزمنة. ومع اشتراط التطعيم للمسافرين وحتى يسهل سفر المغتربين ومن أوشكت تأشيرتهم على الانتهاء، وجه وزير الصحة والسكان الدكتور قاسم بحيبح بفتح مراكز لتطعيم المسافرين والتخفيف من معاناتهم. بدأنا حملة التلقيح الأولى التي ما زلنا مستمرين في الجرعة الأولى من لقاح استرازينيكا، ونحن بدأنا من 20 أبريل. ولذلك من بداية الحملة دعونا الأخوة المواطنين إلى أخذ اللقاح، ونشرنا أنه سيكون اشتراط أساسي في الحج، في العمرة، في السفر. وللأسف الشديد الإقبال لم يكن بالشكل الذي كنا نتوقعه. اللقاح اللي موجود لدينا في الجمهورية اليمنية 350 ألف جرعة، وهي كانت مخصصة لفئتين: فئة الأطباء والكادر الصحي عموما، وفئة كبار السن. لكن بسبب الوضع الطارئ الذي واجهه الأخوة المسافرين والعالقين والضغط الكبير الذي واجهناه في وزارة الصحة والطلب من الأخوة المسافرين أن نعطيهم اللقاح، عملنا استثناء ووجهنا في وزارة الصحة، وجهنا الأخوة في مكتب صحة مأرب وصحة حضرموت الوادي، وأن يكون هناك مراكز، أن تفتح مراكز لتلقيح المسافرين. مراكز التطعيم في محافظة مأرب تكتظ بالمئات من المسافرين الذين قدموا من محافظات عدة للحصول على لقاح ليتمكنوا من الوصول في وقت مبكر للحاق بأعمالهم. الأمر الذي يستدعي من الحكومة بذل جهود كبيرة لتوفير اللقاح والكادر الطبي. احنا جينا لتلقيح كورونا من اجل الدخول للمنفذ السعودي، وان شاء الله الاجراءات هنا تمام، وفي تقريبا عدة نقاط اللي فتحوها في مستشفى 22 مايو، في مختبرات العولقي، هنا في مستشفى كرى، ونشكر الجميع على جهودهم المبذولة. عملية التطعيم ما شاء الله تسير بالنسبة لحنا والفريق الطبي تسير بطريقة حلوة، بس مع المسافرين، ضغوطة المسافرين واجدين، بس صعوبة نحصل، ضروري لنا من اللقاح وتوفير مستلزمات اللقاح الطبية وكوادر طبية تساعد احنا والتنظيم، وتشوف انت خارج مستشفى كرة كلها حشود وكذا، صعب جدا علينا. ويعاني القطاع الصحي في اليمن تدهورا كبيرا جراء سيطرة الميليشيا الحوثية الانقلابية على المرافق الصحية وتحويل بعضها لثكنات عسكرية وقصف المستشفيات في المناطق المحررة، إلا أن القطاع الصحي في المحافظات المحررة وعلى وجه التحديد هنا في مأرب يقوم بجهود جبارة رغم قلة الإمكانيات وشحة الموارد، وذلك في سبيل انتشال ما دمرته آلة الحرب الحوثية والارتقاء بهذا القطاع ليقدم خدمة تليق بالمواطن. جهود مبذولة من وزارة الصحة والسلطات المحلية هنا بمحافظة مأرب لتوفير اللقاح للمسافرين حتى يتمكنوا من اللحاق بأعمالهم. خليل المليكي، سهيل، مأرب.